اعمل بقى النهارده وصفه برضو سهله جدا كل الناس بتحبها، بمعنى ان عارفين السوسيس والمكرونه، هنعمل منهم طاجن زي المكرونه بالبشاميل او زي النجريسكو، ولكن بطريقه مبتكره مدام مروه هتعملها لنا النهارده، وهي حتى قالت لي عايزه اعمل البشاميل على الهواء، قلت لها عشان الوقت، قالت لي لا حاضر، فانا بحقق لها رغبتها. الله يكرمك، فاتفضلي. انا هنعمل مكرونه بالسوسيس والخضار والمشروم، والكلام ده كله هيبقى بالبشاميل. المقادير 500 جرام مكرونه مسلوقه، مكرونه بقى شرايط، مكرونه قلم زي ما انت عايزه، معايا برده سوسيس مقطعاه حلقات، وكمان في بصل شرايح حوالي بصلايه، وفلفل الوان او فلفل رومي لو الالوان مش متاح برده متقطع شرايح، ومشروم شرايح، ومعايا موتزاريلا دي هتكون على وش الصينيه، ومقادير البشاميل دقيق وزبده ولبن. جميل. وهضيف بس شويه شوربه مركزه. جميل. للبشاميل عشان انا بحبه دسم شويه. طب اقول انا بقى؟ اتفضل. عندنا نص كيلو مكرونه مسلوقه، نص كيلو مكرونه مسلوقه، ممكن تكون اي نوع، اي نوع مكرونه، يعني ممكن تكون البنا اللي احنا هنشوفها دلوقتي، او تكون اللي هي الحلزوني، او تكون قواقع، اي نوع مكرونه ما بنقترنش، ولكن تكون مسلوقه. وعندنا كمان برضو مغلف من السوسيس، يعني تقريبا حوالي 300-400 جرام، وثلاث سمرات فلفل الوان، وبصل متقطع شرايح، ومشروم برضو متقطع شرايح. وهنعمل بشاميل، هو عباره عن لتر لبن، معلقتين دقيق، واربع معالق زبده، وعلى الوش هنحط موتزاريلا. بس هي قالت لي انا عايز احط مع البشاميل مرقه مركزه، يعني جبنا المرقه حطيناها على النار، بدات تتكاثف او يحصل لها ريديكسيون او تتاثر يعني باللغه بتاعتنا، لغايه ما بقت الكميه كانت لتر مرق بقى زي ما انتم شايفينه كده بالشكل ده. طيب اتفضل. اوكي هتفضل، هعمل بس الحشو الاول. ايوه معاكم. خلينا اهلا بيكي. اهلا بيك. اتفضلي. اول حاجه البصل. اتفضلي سامح حضرتك. ايوه شيف، ازيك؟ الله يخليكي، انا بخير لما بسمع صوتكم. عامل ايه؟ بخير والله، نحمد ربنا الحمد لله. عايزه بس اسال عن مكرونه البشاميل بالجمبري. مكرونه بشاميل بالجمبري، طاجن زي اللي احنا بنعمله ده كده. حاضر، ده انتوا ضميته يعني، عندكم اكيد الجمبري بقى ما شاء الله يعني، ابعتوا لنا شويه. طيب. طيب ان شاء الله هقول لك على المكرونه البشاميل بالجمبري، حاضر من عينيا، ويا رب تكونوا مستمتعين معانا. وممكن نعمله بصوص اخف لو حابين، يعني عايزين تعملوا الجمبري بصوص اخف، هنقول عليه حاضر. انا بس اغير لون البصله وحطيت لها رشه ملح وفلفل. جميل. زيت ولا زبده؟ لا زيت. جميل. اوكي طيب، كفايه الدسمه اللي هتبقى في البشاميل. هحط بقى السوسيس عشان يغير لونه، او ياخد النكهه بتاعه البصل، وياخد نكهه البصل. جميل. طبعا عندنا بعد كده المشروم، وعندنا الفلفل. موضوع سهل قوي، واعتقد ان تغيير برضو وحاجه. وممكن كمان بدل السوسيس سجق برضه، بتبقى وهميه. بتبقى حلوه جدا. يا مدام نسمة. اهلا. اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ كيف؟ الحمد لله تمام، بحمد ربنا. لو سمحتي يا شيف، انا عايز اسال عن طريقه العيش الفينو. طب استسمحك بس عالي صوتك شويه، الله يخليك. اسال عن طريقه العيش الفينو. العيش الصيني؟ الفينو، الفينو، معلش. حاضر من عينيا. حاجه تاني؟ تأمريني بحاجة تانية يا مدام نسمة؟ شكرا. حاضر تحت أمرك. هقول لك على العيش الفينو دلوقتي برضو حالا، أنا عايز بقى أكتب عشان ما ننساش. وبعدين عايز أقول لكم حاجة، يعني لو افترضنا جدلا إن احنا الوقت ما كفناش عشان الأسئلة، ممكن نجاوب على الأسئلة بكرة، أو لو في أسئلة اتكررت أكتر من مرة بوعدكم إن أنا أعملها لكم عملي. العيش الفينو والمكرونة زي ما قلنا اللي بالجمبري، والكيكه بتاعت الاستاذ ابراهيم. طيب احنا كده واحده واحده رجع تاني. ريحه الخضار جميله جدا. انا حطيت بعد السوسيس اديته تقليبه كده مع البصل، وبعدين حطيت المشروم والفلفل الالوان. هي الخضار هندي شويه سهله نكهات ولا كده، هنحط ملح وفلفل بس. الو الو، ايوه يا استاذ ابراهيم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، ازيك يا شيف يسري؟ الله يخليك ليا، اتفضل يا فندم. الله يكرمك، الله يعزك يا رب، احنا سعداء جدا جدا جدا، اذا كان حضرتك ولا الشيف ايه حسني،
انتوا الاثنين من اعز الناس لينا والله يا فندم. يا حبيب قلبي كتر خيرك، ده انا اللي سعيد اني بسمع صوتك، اتفضل يا فندم. الله يكرمك يا شيف يوتري. بعد اذن حضرتك يا فندم، بس عايز طريقه عمل الكيكه بالبرتقال. كيك البرتقال حاضر من عينيا. تمام، وبعد اذن حضرتك بس ابعت تهنئه لاولاد اخويا بمناسبه الخطوبه. اتفضل يا فندم، اتفضل. الله يخليك نورهان، نورهان ونهال مصطفى صابر. وانا برضو بهني الاستاذه نورهان والاستاذه نهال على خطوبتهم، ويا رب كده ان شاء الله يتمم بخير، وان شاء الله بالرفاق والبنين، وربنا يكرمهم يا رب. بشكر حضراتكم على اتصالاتكم الجميله دي اللي بصراحه مخلياني طاير كده زي ما الناس بتقول. احنا سوينا كده هو هنحط الزبده مع الدقيق مع اللبن مع المرقه نعمل بشاميل. هنحط الزبده مع الدقيق مع اللبن مع المرقة نعمل بشاميل ونركب سلطة سيزر. عشان كده هنستدعيكم ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل هنكمل مع مدام مروه اللي منورانا ومشرفانا وعلى وشك خير. التليفونات كانت فيها مشكله قطعه بسيطه واشتغلت الحمد لله. الحمد لله. بعد الفاصل هنكمل مع بعض، ومستني تليفوناتكم ومستني ارائكم. يا رب دايما نكون عند حسن ظن حضركم.